عبر الهاتف ينضم الينا الدكتور سيف الدين فرج استاذ التخطيط العمراني. دكتور سيف اهلا وسهلا بحضرتك، ما هي المحددات التي كانت مطروحه لاستراتيجيه الدوله في اعاده النظر في شكل البناء في مصر عبر كل الوحدات السكنيه التي تم تدشينها لفئات مختلفه؟ في الاول برحب بحضرتك وبرحب اهلا وسهلا الساده المشاهدين. احنا لما نيجي نتكلم على استراتيجيه الدوله هي استراتيجيه متكامله بتعمل على عدة محاور. أول محور وهو التعامل مع المناطق العشوائية الخطرة، الأماكن العشوائية الخطيرة اللي هي الغير أمنة، اللي هي ممكن المبنى يقع بعد ساعة. فالدولة تعاملت معاه صندوق تطوير العشوائيات، تم إنشاؤه في 2008. الدولة من 2014 لغاية 2020 تم التعامل مع البناء العشوائي اللي هو بنصنفه تحت البناء العشوائي الخطر اللي هو أي السكوت. بنهاية 2020 سوف تنتهي هذه الظاهرة، هتبقى مصر انتهت تماما من المباني العشوائية الخطرة، وده كلف الدولة 61 مليار جنيه. من 2020 إن شاء الله، من نهاية 2020 لغاية بإذن الله 2030 هتتعامل الدولة مع المناطق الغير مخططة، وده مرصود لها 318 مليار جنيه. سوف يتم مع التعامل مع جميع الأماكن الغير مخططة في الدولة، بحيث إن شاء الله نيجي 2030 تبقى الأماكن اللي في مصر كلها مخططة، يبقى انتهينا من الإسكان العشوائي تماما في مصر. ده كان محور من المحاور. الدولة أنشأت 250 ألف وحدة علشان تواجه الإسكان العشوائي الخطر، بحيث لما بيتم إزالة منطقة محدش من السكان بيترمي في الشارع نهائي، بيبقى قدامه وحدة سكنية مؤسسة، بيسيب المنطقة العشوائية وبيروح لوحدة سكنية مؤسسة. في هذه الوحدة اللي هو بيشغلها عوضا عن المنطقة العشوائية بيجد فرصة عمل، بيجد وسيلة مواصلات، بيجد جميع الخدمات، المستشفيات ومدارس وكل الخدمات المتاحة، سواء نقل، سواء خدمات صحية، سواء خدمات ثقافية، سواء خدمات أمنية. يبقى بيعيش في مجتمع متكامل مش مجرد إيواء. دكتور سيف، ما الذي يختلف او ما هي الانعكاسات بالاحرى على نمط التخطيط العمراني خلال السنوات المقبله بعدما تكون الدوله قد اسقطت عن كاهلها عبئا ثقيلا كعبء المناطق غير المخططه او المناطق غير الامنه؟ كيف سينعكس ذلك على مستوى التخطيط العمراني المقدم لمصر؟ لا حضرتك، هي الدوله هتبقى انتهت من الوحدات الغير امنه لكن الغير مخططه. يعني بتكلم اجمالا بعد انتهاء المحور ده. لن تنتهي الدولة من الغير مخططة غير في 2030، يعني بعد 10 سنين إن شاء الله. أخبار حضرتك؟ بعد 10 سنين. يبقى احنا كنا بنتكلم على المناطق العشوائية وعلى محور إن الدولة النهاردة بتنشئ الجيل الرابع من المدن الجديدة، وبتنشئ وحدات سكنية على كافة المستويات، من المستوى الاقتصادي للمتوسط للفوق المتوسط، حتى تلبي جميع احتياجات الشعب بمختلف طبقاته، فلا يكون هناك مبرر ولا سبب ان الانسان يروح يسكن في منطقه عشوائيه. يعني الاسكان الرسمي اصبح متاح لجميع فئات الشعب، من المتوسط لغايه فوق، لغايه اقتصادي لغايه فوق المتوسط. ده محور مهم من المحاور. بالاضافه لان الدوله بتدعم شبكات النقل، يعني نقل وطرق، وكمان في جميع المحافظات. ما اصبحتش النهارده الصعيد في منأى عن التنميه، يعني فتره من الفترات كان اللي بيتم تنميه القاهره الكبرى فقط. النهارده جميع المحافظات اللي في مصر داخله خطه الطرق وخطه الكباري وخطه تدعيم شبكات الميه، شبكات الصرف الصحي، شبكات الكهرباء، ولا يوجد فرق نهائي بين المواطن القاهري والمواطن الصعيدي والمواطن في اقصى سيناء او في اقصى سيوة. صحيح. الجميع يتمتع بكافه الخدمات. والمشروعات نفذت باكملها وفق اطر ومحددات موضوعه من قبل الدوله باجهزتها المختلفه. دكتور سيف الدين فرج استاذ التخطيط العمراني، اشكر حضرتك شكرا جزيلا منضما الينا عبر الهاتف.